حقيقي يا أولاد، العلم فوق كل شيء. السلم دوت بيودي على فين؟ ما بيوديش على حتة يا أولاد. ده بقى لما تجيب سباك يخرب لك، يدخل لك السباكة في الكهرباء، أنت مش فاهم مين بيودي على مين. شكلك فاهم يا نص. الراجل ده جاب ميزان مية بقى، عايز يعمل سور. إيه؟ سور على أبوه. شوف بيعمل إزاي. الله، إيه شغلك الحلو ده يا أولاد؟ شغل يجري. ده بقى بيصب ايه؟ بيصب صبيه جسمنت، بيصب العمود. شوف بيصب ازاي. رجله اتحشرت في الاسمنت. وده كمان يا سلام على الرصيف يا اولاد. ده ايه ده؟ لا شغل ايه حقيقي 100 100. ايه يا اولاد الجمال ده يا يا حنين، بيصب بقى جمله. ايوه يا سلام. شوف هو ده الفه، اتعلم ازاي بيشتغل وتعلم. ده بقى اعمل بذكاء وليس بجهد، بيتمرجح وفي نفس الوقت بيشتغل، الاتنين مع بعض، اتنين في واحد. ده بقى الراجل ده قال له ايه؟ قال له بص، انا عايزك تجيب لي الايه. انا فاهم في شغلي كويس يا ولا. 100 100.